شهر الموازي. في الموازي اسمه ماضي على الموازي. قد شهر الموازي؟ 211. اسمه الموازي اسمه ماضي. العام بدل 216. بدل 211 بس انبسطت؟ قصت 200 على الموازي. الموازي اسمه ما اعطوا اسعاره على العام 200. طبعا احنا حاليا في احد المراكز المعتمده لتسجيل اداء المفاضل لجامعه حلب في المناطق المحرره، مركز مريان. تم افتتاح فيه او احداث كليه الزراعه في هذا المركز. الشهادات التي يتم قبولها في هذا في هذه الجامعه شهادات الثانويات العامي العلمي والادبي والشرعي، وطبعا الشهادات التي تم الحصول عليها في من عام 2013 حتى عام 2016 الشهادات التي صدرت عن الحكومة المؤقتة، وشهادة عام 2015 التي صدرت عن النظام. هذا المركز معتمد لدى جامعة حلب، يتم استقبال الطلاب فيه يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 بعد الظهر. بدأ العمل بهذا المركز بتاريخ 17/9 ويستمر فيه لغاية 29/9 من هذا الشهر. في نهاية المفاضلة سيتم جمع الاستمارات لتوصيفها ووضع المعايير اللازمة لقبول الطلاب في الكليات التي تقدموا عليها حسب رغباتهم من خلال بطاقات المفاضلة التي تم اعتمادها من قبل جامعة حلب في المناطق المحررة.